تقدم قراءتك للقرآن. الناس تقول صدق الله العظيم، وهذه لم ترد في السنة يا أخوان. وبعض الناس يسكت، ولكن في حديث عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أن عند انتهائك من قراءة القرآن تقول حديث، تقول لفظ معين، قال عليه الصلاة والسلام يكتب في رق إلى يوم القيامة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فلا تترك هذا الدعاء عند انتهاء من قراءة القرآن، وعلمه من حولك عند ختمة القراءة. مثلا قرأت وجه أو وجهين، جد تختم تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تقول زي بعضهم صدق الله العظيم أو غيره. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا ولا صلى صلاة نافلة كانت أو فريضة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا توضأ: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فإنها تكتب في رق وتختم بخاتم وتحفظ تحت العرش. إذن سبحانك اللهم وبحمدك لها خمس مواقع عظيمة: الأول بعد قراءة القرآن، الثاني بعد الصلاة، الثالث بعد الوضوء، الرابع في مجلس فيه لغط، الخامس في مجلس ذكر تثبته. غرضها أنها تختم على المجلس، أي علامة قبول المجلس. فأنصح نفسي وإياكم بها بعد القرآن وبعد الصلاة وبعد الوضوء وبعد أي مجلس فيه ذكر وبعد أي مجلس عادي. أسأل الله أن يتولاني وإياكم بطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.